بعد أن عجز الرصاص عن منع مسلحين من اختطاف أحد منتسبي الشرطة من منزله في الرمادي غربي العراق، نجحت والدة المخطوف في منع هؤلاء المسلحين من إتمام عملية الخطف هذه. الأم الستينية هاجمتهم بمجرفة عادة ما تستخدمها في الزراعة وهي تطلق صرخات استغاثة. أهل الحي هرعوا لنجدة الوالدة المنكوبة فأغلقوا الشوارع بوجه الخاطفين الذين ما لبثوا أن تركوا الضحية محاولين النجاة بأنفسهم، لكن ردة فعل أهالي الحي حالت دون ذلك. تناوشنا على النسمة جضعنا بالشيخ بين ما جضعنا ذهكنا المكارة كل هاي خدنا سلاحه من عند ذبينا سلاحه ما أدري من شعره من عند وين راح ما راح خرب هو. الشرطي أسامة الذي نجا من خاطفه بأعجوبة اتهم إرهابيين يرتبطون بتنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاختطاف الفاشلة هذه. والله احنا عندنا عداوة من قبل تنظيم القاعدة، سبق بال 2006 قتلوا اخوتي اثنين وعمي وولد عمي، تقريبا قتلونا 9 أشخاص راحوا شهداء ضحايا بلاش من قبل تنظيم القاعدة، فمهددين من قبل تنظيم القاعدة. انا طلعت هناك تقدمت عليهم لقيتهم حاطين السام، يا بلتي شو تريدون؟ احنا استخبارات، انطونا مستمسك امر قبوض مالك دخل حز منا، قام يرمون فوقه فتحهم الصندوق تصعدون اسامه، تقدمت عليهم رمم علي، فجيت هنا وقفت سديت الشارع من هنا عندنا براميل. عائلة الشرطي اسامه تملك تاريخا ليس بالقصير في مقارعه تنظيم القاعده في الانبار، فقد سبق وان قتل 2 من اشقائه في معارك الصحوات ضد القاعده عام 2008. ورغم استمرار مسلسل استهداف العائلة من قبل الإرهابيين إلا أن ذلك لم يردع معظم أفرادها من الانتساب إلى صفوف قوات الأمن العراقية. من الأنبار أحمد الحمداني، العربية.